ها نحن الآن في حي الخالدية، مثل ما ترون حي الخالدية تعرض للقصف. هذه إحدى الأبنية التي يتم حرقها من قبل عصابات الأسد. لاحظوا الدخان الذي يتصاعد من الأبنية. تقوم عصابات الأسد بحرق المنازل والمحلات التجارية. لا نستطيع أن نقترب أكثر من ذلك لأنه يوجد داخل هذا الشارع قناص. الله أكبر عليكم.